ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية. أهلا ومرحبا بك معنا. طبعا يعني الزيارات للقارة الأفريقية كانت زيارات مهمة بعد أن كان في فتور الحقيقة في العلاقات المصرية وعدد من الدول الأفريقية ما قبل 30 يونيو، وعزز بالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه العلاقات بعدد كبير من الزيارات. حدثنا بداية دكتور أحمد عن أهم ملامح العلاقات والزيارات المصرية الأفريقية خلال 2023. بالتأكيد يعني الزيارات الرئيس الإفريقية يعني كانت مهمة للغاية في عام 2023. احنا عندنا أربع محطات رئيسية لهذه الزيارات. بدأت في كينيا في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي، القمة النصف سنوية، واللي فيها طبعا استعرض الرئيس البرنامج اللي هو الخاص باللجنة التوجيهية للنداد وغيره، وكمان اللي هو ما يتعلق بأجندة المناخ والمبادرات الإفريقية والأجندة المصرية اللي عرضها الرئيس، سواء بالنسبة لعملية التنمية في مسألة النداد كانت واضحة وكانت فيها قفزة نوعية اعترف بها القاصي والداني على اساس ان الخطه اللي يعني اللي متبنيها مصر في الفتره المقبله لتحقيق التنميه الافريقيه. ايضا نفس الوضع الاجنده المصريه لصياغه الفتره المقبله للتغير المناخي على نفس الوتيره. جينا المحطه الثانيه كانت عباره عن زياره لثلاث دول في جوله واحده، كانت يعني في أنغولا ثم زامبيا ثم موزمبيق، وبالتالي كانت جولة ناجحة، وأعتقد أني كانت من أهم الجولات اللي يمكن اكتسبت يعني شعبية كبيرة في منطقة الجنوب الإفريقي، على اعتبار أني كانت هذه الدول الثلاث يعني من الدول التي لا تحظى بزيارة أي رئيس مصري من قبل. وبالتالي أعتقد أن السيد الرئيس في المسألة يعني في مسألة تعزيز الروابط التجارية والعلاقات التبادل التجاري في منطقة الكوميسا تحديدا وما بين الدول الثلاث، وخصوصا أن هي تحظى يعني تحظى باقتصاد كبير واقتصاد واعد في منطقة الجنوب الإفريقي. أعتقد أن كانت من أهم الزيارات في يعني في ذلك الوقت. وبالتالي احنا يعني اعتقد اني على في مسار العلاقات الثنائيه ما بين الدول الافريقيه اكتسبت مصر من خلال هذه الزيارات مساحات جديده، وخصوصا ان يعني كان احنا الرئيس زارها اكثر من مره قبل كده، لكن اعتقد ان الدول الثلاث دي كانت اول زياره ليها. وبعد كده طبعا احنا لما نيجي نتكلم على الجزء المكمل لهذه الزيارات، الفعاليات الموجودة على الأرض المصرية وخصوصا الفعاليات الأفريقية اللي هي كانت بتخدم على كل ما يتعلق بالروابط ما بين مصر وإفريقيا، والروابط دي يعني منها ما هو ممتد على حسب أجندة إفريقيا 63 ومنها ما هو مستحدث في تحديث الأدوات والآليات اللي هي ما بين يعني العلاقات المصرية الإفريقية بشكل خاص، وما بين يعني إيه تنمية التكامل الإقليمي داخل القارة الإفريقية. ولكن كانت السمات الأغلب دكتور أحمد على الزيارات الإفريقية، هل كانت سمات اقتصادية؟ تبعنا طبعا تعزيز للعلاقات التجارية ما بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، أم أيضا السياسة كانت حاضرة بشكل كبير؟ بالتأكيد أنت لما تيجي في القارة الإفريقية لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد إطلاقاً، وخصوصا إنك أنت حتى لما بتبحث عن تعزيز الروابط الاقتصادية وتعزيز تعاون اقتصادي وتطوير لأدوات التبادل التجاري وتنمية الصادرات ما بين الدول الإفريقية، لابد إنك أنت تبحث عن يعني التحديات اللي هي بتواجه الدول الإفريقية، وخصوصا هناك تحديات أمنية، تحديات خاصة بمسألة اللاجئين والنزوح وعمليات الفقر المستمرة، عمليات اللي هي يعني النزاعات المنتشرة والحروب المنتشرة داخل القارة الإفريقية. وبالتالي الحديث السياسي والأمني
مرتبط بالحديث عن حوالين تعزيز الروابط الاقتصادية، لأن أنت عشان تخلق بيئة يعني مستقرة وآمنة لابد كمان أن أنت تهيئ المناخ يعني بالذات لتعزيز هذه الروابط. وأعتقد أن كمان أن من ضمن هذه الزيارات أيضا حتى وكان لها بعد اقتصادي يعني ثنائي ما بين مصر وتلك الدول، أيضا الملفات اللي هي خاصة بالقارة الإفريقية سواء على مستوى القضايا الإفريقية سواء في معظم المشاكل سواء في قضايا الإرهاب، قضايا الانقلابات العسكرية، قضايا القلاقل والمشاكل اللي هي موجودة في ملفات مختلفة والحروب اللي هي دايرة مثلا زي السودان، زي النيجر، زي مشاكل أخرى في الكونغو وغيرها، دي كلها بتكون معروضة ما بين الرؤساء ويتبحثوا فيها ويصلوا إلى قرار وصولا فيما بعد للتنسيق الكامل داخل الاتحاد الإفريقي. لأن المسألة في هذا السياق هي يعتبر تنسيق وجهات نظر، لأن في النهاية عشان تصل إلى قرار مناسب داخل الاتحاد الإفريقي لابد أن يكون هذا التنسيق عبارة عن يعني لغة مشتركة في الحديث ومناقشة هذه المشاكل والتحديات. نعم. أخيرا دكتور أحمد، يمكن هذا أيضا جعل مصر مدافعا قويا عن المصالح الإفريقية في عدد من المحافل الدولية، القمة الإفريقية الروسية وأيضا في فرنسا في باريس، قمة باريس. أعتقد أني عام 23 أيضا يعني شهد أكثر من مناسبة، يمكن احنا شفنا على مناسبة غزة كانت في قمة علاقات عربية إفريقية كانت مشروع يعني موجودة في غزة، وإحنا شفنا إزاي تنسيق المواقف الإفريقية وردة الفعل الإفريقي تجاه الحرب في غزة، وإزاي إحنا حاليا الموقف الإفريقي موقف متقدم ومتصاعد من بشأن استهجان العدوان الإسرائيلي على غزة. أيضا بالنسبة للقمة الروسية الإفريقية إحنا شفنا يمكن عدد كبير من الدول الإفريقية حضر هذه القمة، يمكن 49 دولة من 54، وبالتالي شفنا أيضا يمكن مصر كانت تحظى بعناية فائقة حتى في اللقاءات والحديث المشتركة والعلاقات الروسية المصرية، لأن روسيا بتعتمد يعني حتى في تطوير علاقاتها مع إفريقيا بتعتمد على مصر لأن تكون معبر للقارة الإفريقية. وبالتالي بالتأكيد ومصر يعني تحمل على عاتقها هذا الدور دائما. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك.